تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو زفاف عريس خليجي على عروسة مصرية بالشرقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار هذا الفيديو غضب الكثيرين بسبب إلقاء الزوج أموال على زوجته وهي ترقص، وبعد ذلك قام الحضور بجمع الأموال من على الأرض. وانتشر الفيديو للعريس الخليجي أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي وأغضب هذا الحفل المصريين بسبب ما فعله العريس. وظهر في الفيديو العريس الخليجي وهو يلقي حزمة من الأموال على عروسته، وتسارع المدعوين لالتقاط المال من على الأرض، وذلك المقطع وصفه البعض بأنه مهين. وقالت آلاء شقيقة العروسة إن العريس مصري الجنسية وليس سعودي، ولكن يعيش بالسعودية، وتقدم لخطبتها عن طريق أقارب جيرانهم وتم الزواج. وأضافت شقيقة العروسة حفل زفاف العريس الخليجي بالشرقية إنه ألقى المال على زوجته بغرض التعبير عن فرحته بها. وتابعت شقيقة العروسة إن والدتها كانت بتهزر لما مدت له إيدها وبتقول له جيب جنيه، وسألته ليه عملت كده. واختتمت أخت العروسة: هم مسافرين تركيا بكرة، وإحنا مش فارق لنا كلام الناس، إحنا فرحانين إنها اتجوزت وليلتها عدت على خير.